وأكد أن الحكومة المصرية ستبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون من خلالها العنان لإبداعاتهم وتمكنهم من التفاعل مع نواحي الحياة المختلفة. ومن هذا المنطلق أعلن عن تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على مواقع إلكترونية عالية الإتاحة الإلكترونية والتكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر. كما أعلن عن إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في إفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب. السيدات والسادة، إن ما رأيته اليوم ليعبر وبكل صدق عن اجتهاد عقول مبدعة تسعى لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاقا من حرص الدولة على تطوير المهارات الشخصية والمعرفية لأبنائها، أعلن عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث معايير الجودة والتدريب، لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزاً إقليمياً لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وإفريقيا من أجل بناء قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية الإتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ومتنوعة، وتضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية في الأداء من خلال بيئة عمل مواتية. تقديم برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المساعدة، دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، وأخيراً تنمية وتحفيز الابتكار لدى الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. أبنائي الأعزاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أتوجه لكم بالشكر والتقدير على رسائل الأمل التي بعثتموها اليوم في أنفسنا بقدرتكم على التغلب على الصعاب التي تواجهكم وتحويلها إلى نقاط قوة. وعدكم بأنه أمام صبركم ومثابرتكم ستبذل الدولة ومختلف أجهزتها ومؤسساتها قصارى جهدها لإنجاز مشروعات مختلفة تساهم في توفير حياة كريمة لكم وتطور قدراتكم الكامنة، لنؤكد سوياً أن إرادة هذا الوطن والتكامل بين أبنائه هم الدافع القوي للانطلاق نحو المستقبل. شعب مصر العظيم، لتتضافر جهودنا جميعاً لتعزيز ثقافة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على الاندماج الاجتماعي، كما أدعو وسائل الإعلام بتبني قضاياهم وإبراز قصص نجاحهم وتحفيزهم على تخطي التحديات والتفوق في مختلف المجالات. تحيا مصر بشبابها المبدع وبعزيمة وإصرار أبنائها. تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.